خايف عليك، حزين عليك، الحق نفسك، الحق وتعال اقف بين ايدين ربك، تعال تعال صلي. هتقول لي ما بتصليش ليه؟ انا نفسي اديك شويه كلام كمان عن الناس اللي بتشتهي الصلاه، لكن هكتفي على دول. لكن ممكن انت لما اقول لك ما بتصليش ليه تقول لي مش فاضي، والله انا نفسي اصلي بس ما فيش وقت، صح؟ هتقول كده؟ اجاوبك انا بقى، اقول لك ان الله عز وجل اخبرنا ان المال خادم وان الدين مخدوم. المال ايه؟ خادم والدين مخدوم، قال رسول الله. وكمان ما بتصليش على النبي؟ طب صلي. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول رسول الله، سمعني الصلاة عليه وعلى آله الصلاة والسلام، يقول: إن الله قال: إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. عرفت ربنا اداك الفلوس ليه؟ قول لي لا ما عرفتش برضه. اقول لك الحديث ثاني، الرسول مصدقه؟ انا عارف انك بتحبه برضه، ده رسول الله محمد عليه وعلى اله الصلاه والسلام بيقول ان ربنا قال، تصدق؟ ربنا قال ايه؟ انا انزلنا المال لاقامه الصلاه وايتاء الزكاه. عرفت ربنا اداك فلوس ليه؟ تقول لي عشان بيحبني. طيب يا اخي انكسف، بيحبك وانت تكرهه؟ بتكرهه ليه؟ ما قلت لك ما بكرهوش. طيب خلاص، طب ما بتكرهوش، ما زال السؤال قائم، امال ما بتصليش ليه؟ مش فاضي. يعني ايه مش فاضي؟ خايف تصلي لا الفلوس تروح؟ لا يا ابني، لا، الذي اشتغل بالدنيا عن الصلاة المفروضة يدخل في قول الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أنا بذكرك بكلام ربنا، ربنا بيقول في القرآن إيه؟ إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. أطمن قلبك بكلام ربنا في الحديث القدسي، يقول الله: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. شفت الحل ده؟ انت لسه مش موافق معايا ان الرزاق هو الله؟ الرزاق مين؟ الله. الله هو الرزاق. طيب اللي بيدي الفلوس الله، واللي بياخد الفلوس الله. فاحذر، ربنا بيحذرك، بيقول لك: يا ابن ادم تفرغ لعبادتي املأ صدرك غنى واسد فقرك، والا تفعل املأ يديك شغلا واسد فقرك. من الغريب انك لما تيجي تكلم واحد ما بيصليش: يا رب اهدي المسلمين للصلاة يا رب، اللهم اهدي كل الناس للصلاة يا رب، منهمك في خدمة الدنيا تارك للصلاة، اذا نصحوا وذكروا ان الرزق مضمون، من العجيب انك تسمع كلمة عجيبة جدا. اذا مريت على واحد في دكان: يا عم الحاج تعال صلي. شاب واقف بيشتغل في محل: تعال صلي. شباب في مصنع وانت معدي في المصنع رايح تصلي: تعالوا صلوا. في وظيفة قاعدين على مكاتب: تعالوا صلوا.
الكلمة المسهورة اللي زاعت وساعت، سب عليها الصغير وهرم عليها الكبير، لا هي آية ولا حديث، وإنما عبارة فجة منكرة. يقول لك إيه يا عم؟ العمل عبادة. الإيه؟ العمل عبادة. عمل إيه وعبادة إيه؟ العمل الذي يلهيك عن فريضة الله على عباده عبادة للشيطان، صح ولا لا؟ ما يبقاش عبادة لله بقى، يبقى العمل إيه؟ عبادة للشيطان مش عبادة لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعيس عبد الدرهم والدينار. يا تعيس يا شقي، يلي بتعبد الجنيه، يلي بتعبد الفلوس، يلي مش عايز تسيب دقايق، خايف لا تخسر 50 قرش، لا تخسر 50 جنيه، لا تخسر 1000 جنيه لما تقفل محلك لمجرد انك تصلي. تبقى عبد الجنيه، تبقى زي ما الرسول قال صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدرهم والدينار. تبقى تعيس، تعيس، تبقى من الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. انها مغالطات يطلقها من لا يرجون لله وقارا. لو كان الجواب عليك بقى يلي بتقولي مش فاضي، يلي بتقولي مش فاضي، لو كان يجوز لأحد ان يترك الصلاة لانشغاله لكان اولى الناس بذلك المجاهد، صح؟ اللي بيجاهد في ايه؟